بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. تعليق على تفسير سورة البقرة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الدرس الحادي عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الآية الخامسة وهي قول الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ففيها مسائل. الأولى: التصريح بأن الاثنين بنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن إبراهيم عليه السلام هاجر من أرض بابل، من أرض النمرود، وعبدت الكواكب لما دعاهم إلى الله وامتنعوا وتمردوا. وإبراهيم عليه السلام حاج النمرود ولم يكن فيه فائدة ولا قبول. ثم إن إبراهيم عليه السلام كما ذكر الله عنه لما ذهبوا إلى عيد من أعيادهم اعتذر بأنه مريض، ثم لما ذهبوا ذهب إلى أصنامهم فحطمها فجعلها جذاذا إلا كبيرها، كبير الأصنام. ولما جاءوا ووجدوا أصنامهم محطمة قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. سبحان الله، آلهة ويفعل فيها تحطم؟ أين العقول وأين؟ من فعل هذا بآلهتنا؟ لماذا لم تمنع نفسها؟ من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. اللي حطم الأصنام من الظالمين، والذي يعبدها ليس من الظالمين. وين الفطر والعقول؟ قالوا: سمعنا فتى، يعني شابا، يذكرهم، يذكر هذه الأصنام ويحذر منها، يقال له إبراهيم، من باب التحقير ومن باب تقليل شأنه. قالوا: فأتوا به على أعين الناس، اجتمعوا لمناقشة إبراهيم على صنيعه. كان هذا من صالح الدعوة إلى الله، فإن إبراهيم لما ناقشوه انتصر عليهم بالحجة والبرهان. قالوا: أنت فعلت هذا لآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبير. وماذا؟ كبير الأصنام اللي ما حطم، هذا ما يبي أحد يعبد معه، هو اللي حطمها. هذا إشارة على أن الرب سبحانه لا يرضى أن أحدا يعبد معه ممن هو دونه. فعله كبير هذا. ثم ألجأهم إلى الحجة المخرسة: فاسألوهم إن كانوا ينطقون، اسألوا الأصنام إن كانوا ينطقون. فدل على أنه
لا بد أن الذي يعبد أن يكون سميعاً بصيراً إلهاً ينطق ويتكلم، هذه ما تنطق، سألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم قالوا لقد علمت يا إبراهيم ما هؤلاء ينطقون. إذن قامت عليهم الحجة، قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ قامت عليهم الحجة، كيف تعبدون آلهة لا تنطق ولا تسمع ولا تبصر؟ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله، يعني اللي يعبد من دون الله، لا اللي يعبد، اللي يعبد لا بد أن يكون سميعا بصيرا يتكلم ويأمر وينهى، ما يكون أخرس. فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم، بل إنها ما تدفع عن نفسها، حطمت ولم تدفع عن نفسها، ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. فقامت عليهم الحجة، لجأوا إلى القوة، لما لم تقل لهم حجة لجأوا إلى القوة، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فأوقدوا نارا عظيمة، جمعوا لها الحطب وأوقدوها حتى بلغت عنان السماء باللهب، وصاروا ما يستطيعون القرب منها حرارتها. جاءوا بالمنجنيق، وهي آلة قاذفة مثل المدفع الآن، جاءوا بالمنجنيق ووضعوا إبراهيم فيه عليه السلام، ثم رموه. قال الله جل وعلا للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فانقلبت النار المحرقة إلى برد وسلام وروضة، روضة خضراء بأمر الله سبحانه وتعالى. فلما وضعوه في المنجنيق قال حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ما هو برد بس، لأنه لو قال بردا لحال ضرت إبراهيم ببردها، لكن قال وسلام، بردا وسلاما على إبراهيم. فلما رأوا هذه المعجزة أن كيدهم بطل، ورأى إبراهيم أنهم لا فائدة فيهم، ولم يؤمنوا عند هذه المعجزة ولم يتأثروا، لما رأى ذلك قال إني مهاجر إلى ربي، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فهاجر عليه السلام من أرض بابل إلى أرض الشام، ووضع بعض ذريته في الشام، والبعض الآخر وهو هاجر وابنها إسماعيل أمره الله أن يذهب بهم، أن يذهب بهما إلى أرض الحجاز، إلى أرض مكة. فجاء بهم ووضعهم في أرض مكة ما فيها أحد، وادي، وادي ما فيها أحد، ولا أنيس ولا ماء ولا، وضعهم فيه لأن الله أمره بهذا، الله أمره بهذا. ثم ولى إلى الشام وتركهما، ترك عندهم شيء من الماء اليسير ومن الجراب اللي فيه تمر، ولى. قالت يا إبراهيم، يا إبراهيم من تدعنا له في هذا الوادي ولا يلتفت إليها؟ يا إبراهيم كيف تدعنا ولا يلتفت إليها؟ لأنه ممتثل لأمر ربه. لما رأت أنه ما يلتفت إليها قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم الله أمرنا بهذا، أمرني بهذا. قالت إذن لا يضيعنا،
شوف الإيمان. إذن لا يضيعنا، واقتنعت، اقتنعت بذلك، وذهب إبراهيم عليه السلام إلى الشام، تركهما، فلما نفد ما معهما من الماء والتمر اللي معهم، تأكل من التمر وترضع الطفل، فنفد ما معهما، خافت على الطفل من الموت، ذهبت إلى أقرب جبل عندها وهو الصفا، صعدت عليه تنظر لعل حولها أحد، لعل حولها ركبان أو أحد يمر، ما رأت أحد. ثم نزلت وذهبت إلى المروة، جبل المروة المقابل للصفا، ولما صارت في بطن الوادي المنخفض سعت سعيا شديدا، سعت في بطن الوادي سعيا شديدا لأجل ترتفع من المنخفض، ذهبت إلى المروة، صعدت عليها، تلفتت ولم ترى أحدا، ثم نزلت وذهبت إلى الصفا حتى أكملت سبع مرات. المرة السابعة وهي على المروة سمعت صوتا ولا ترى أحدا، سمعت صوتا ولا ترى أحدا، فقالت أغث إن كنت مغيثا. فإذا بجبريل عليه السلام عند الطفل وهو يتلمط من الظما في آخر رمق، عنده جبريل يخط بجناحه في الأرض، فنبع الماء زمزم، نبعت زمزم عند إسماعيل، الماء الطيب المغذي الطيب، نبعت زمزم. تأمن لهم الماء، تأمن لهم الماء الآن، والماء هو الحياة، الماء هذا جذب قبيلة من قبائل العرب، لما رأوا الماء في هذا الوادي جو، وعيد عليه هذه المرأة وهذا الطفل، فاستأذنوا أن ينزلوا عندها. قالت نعم، لكن ليس لكم من الماء شيء؟ قالوا نعم. فنزلوا عندها وأنست بهم، بعد أن كانت وحدها نزل عندها قبيلة، قبيلة جرهم، فأنست بهم واشتركوا في الماء، وكبر إسماعيل، تزوج منهم من جرهم. جاء إبراهيم بعدما كبر إسماعيل عليه السلام، وكان إسماعيل يصيد من الصيد ويأكلون، تعيشون على الصيد، فوجده يبري نبله، وجد ابنه يبري نبله، فالتقيا وتعانقا عناق الأب مع ابنه، ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني أن أبني له بيتا ها هنا. الله أمره أن يبني البيت، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أمرني أن أبني بيتا ها هنا تعينني؟ قال نعم أعينك. فقام ببناء البيت، إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد، قواعد البناء اللي هي الأساس، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، طلب من الله أن يتقبل منهما هذا العمل، العمل الصالح الذي هو بناء البيت العتيق، تقبل منا إنك أنت السميع العليم، إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك
أنت السميع العليم. فهذا فيه الإخلاص لله عز وجل في العمل والدعاء من الله بالقبول. فهذا قصة بناء البيت، قصة بناء البيت، بيت العتيق. نعم، وإذ فيه مسائل. المسألة الأولى التصريح بأن الاثنين بنيا، إذ يرفع إبراهيم القواعد وإسماعيل، فدل على أن الاثنين اشتركا في بناء البيت، الأب والابن عليهم الصلاة والسلام. نعم. مسألة الثانية جلال الله وعظمته في قلوب الذين يعرفونه لدعوتهما بالقبول. نعم. ثانية جلال الله وعظمته في قلوب الذين يعرفونه لدعوتهما بالقبول. نعم، يؤخذ من الآية جلال الله سبحانه وتعالى ومعرفة الله، حيث إنهما دعيا الله بالقبول ولم يعجبا بعملهما هذا، بل طلب من الله القبول، لأن العمل إذا لم يتقبل فلا فائدة فيه، تعب بلا فائدة. ففيه معرفة الله عز وجل، وأنه لا يقبل، وأنه لا ينفع العمل إلا إذا تقبله الله سبحانه وتعالى. نعم. وكان بعض السلف لما قرأها جعل يبكي ويقول: ما بال خليل الله يرفع قواعد بيت الله ويخاف أن لا يقبله. نعم، هذا فيه أن الإنسان يخاف من عدم القبول، ما يعجب بعمله، بل يخاف من أن يرد ولا يقبل. هذا خليل الله يبني بيت الله بأمر الله سبحانه، ومع هذا يخاف من عدم القبول. فالإنسان لا يعجب بعمله. نعم. مسألة الثالثة توسلهما بالصفات. إنك أنت السميع العليم، توسل إلى الله بصفاته وهي السمع والعلم، ففيه إثبات هاتين الصفتين لله عز وجل، السميع الذي يسمع كل الأصوات، العليم بكل شيء ويعلم النيات والمقاصد في القلوب ولا يخفى عليه شيء. فهما توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، والله جل وعلا قال: ولله الأسماء الحسنى ادعوه بها، ادعوه بها. ومن ذلك دعاء الخليل وابنه إسماعيل: إنك أنت السميع العليم. ففيه مشروعية التوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، وأن هذا من التوحيد ومن أسباب القبول. نعم. مسألة الرابعة طلبهما أن يرزقهما الله الإسلام وهما هما، والغفلة عن هذه الكلمة من العجائب. نعم، المسألة الثالثة الرابعة أنهما طلبا من الله القبول، خاف من الرد. إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك، طلب من الله أن يجعلهما مسلمين، مستسلمين له بالتوحيد، منقادين له بالطاعة. فلم يعجب بعملهما ولا بأن هذا خليل الله وهذا ابنه، لم يعجب بذلك، ويقول: لسنا بحاجة إلى أن ندعو الله أن يجعلنا مسلمين، بل دعوا الله أن يجعلهما مسلمين: ربنا واجعلنا مسلمين لك، مسلمين منقادين لأوامرك ونواهيك
فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى، وهذا اعتراف منهما بحاجتهما إلى الله عز وجل. هما مسلمان موحدان، ومع هذا يسألان الله أن يجعلهما مسلمين، لأن العبد لا يستغني عن ربه. قد يكون الإنسان مسلما ثم يرتد عن الإسلام، قد يكون مسلما مهتديا ثم يرتد، فهما يسألان الله جل وعلا أن يثبت فيهما الإسلام، جعلنا مسلمين لك. الآن في من بعض المغرورين من يقول لماذا تعلمون أولاد المسلمين التوحيد والعقيدة، هم مسلمون ما هم بحاجة إلى هذا، موحدون من الأصل، ما يخافون عليهم من الانحراف، ما يخافون عليهم من الجهل. هذا إبراهيم وإسماعيل يقولان ربنا واجعلنا مسلمين لك. الإنسان بحاجة إلى الله عز وجل أن يهديه وأن يثبته وأن يدله على الطريق الصحيح، ولا يعتمد على معرفته وعلى علمه وعلى إيمانه، لا يعتمد على هذا، فهو بحاجة إلى الله، بحاجة إلى الله عز وجل. ثم قال ومن ذريتنا، شوف ما نسي الذرية، فيها أن العبد إذا دعا لنفسه يدعو الله لذريته، يدعو الله لذريته، هذا فيه العناية بالذرية. ومن ذلك الدعاء لهما بالصلاح والإسلام. الإنسان لا يغفل عن ذريته ولا يقتصر على الدعاء لهما بالهداية والإسلام، بل مع الدعاء يقوم بتربيتهما وتعليمهما وإلزامهما بالعبادة، ربيهم. من ذلك الدعاء لهم ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وقد جعل الله من ذرية إبراهيم الأنبياء والمرسلين والصالحين، استجابة لدعائه عليه الصلاة والسلام. نعم، لم يغفل عن ذريته. نعم. المسألة الخامسة إشراكهما في الدعوة بعض الذرية، ففيها رغوب المؤمن وحرصه على صلاح ذريته. المسألة الخامسة إشراكهما في الدعوة بعض الذرية، إشراكهما إشراك إبراهيم وإسماعيل في دعوتهما بعض الذرية، ومن ذريتنا لأن من للتبعير، لأن ما كل ذرية إبراهيم مسلمون، ما كلهم مسلمون مع أنهم من ذرية إبراهيم. هذا الشيء يخص الله به من يشاء من عباده، وهو أعلم بمن يصلح للهداية. أبو جهل من ذرية إبراهيم، أبو لهب من ذرية إبراهيم، المشركون من ذرية إبراهيم في مكة من ذرية إبراهيم، ما ينفعهم أنهم من ذرية إبراهيم. كل مسؤول عن عمله، كل مسؤول عن عمله. ولهذا قال ومن ذريتنا، لم يقل واجعل ذريتنا كلها، ما قال هذا، قال من ذريتنا أمة مسلمة لك، أمة يعني جماعة مسلمة لك بالتوحيد والطاعة. نعم. المسألة السادسة طلبهما أن يعلمهما المناسك، ففيها حرصهما على العمل بالنص مع عصمتهما. السادسة وهي مهمة جدا قولهما وارنا مناسكنا، يعني عبادتنا. شوف هذا فيه أن العبادة لا بد أن تبنى على الدليل، ما هو الإنسان يعبد الله بهواه على رغبته وما يستحسنه أو ما أحدثه فلان أو فعله فلان، إنما العمل بالدليل. ما عمل وتعبد من عندهما، أرنا علمنا، يقولان لله، يسألان الله أن يعلمهما
المناسك يعني العبادة، أنواع العبادة، أرنا مناسكنا. ففيه الرجوع إلى الدليل، وأن العبادة لا تصلح إلا إذا بنيت على الدليل من الكتاب والسنة، ولا تؤخذ من العادات والتقليد وما تستحسنه النفوس. لا، هذا ما يجوز، هذه بدع. العبادة توقيفية كما يقول العلماء، العبادات توقيفية. إيش معنى توقيفية؟ أنها لابد أن تربط بالدليل من الكتاب والسنة. أرنا مناسكنا. ثم قال: وتب علينا. فيها أن الإنسان يقصر مهما كان. إبراهيم الخليل يقول، وإسماعيل يقولان: تب علينا، ما أعجب بأنفسهما وزكيا أنفسهما وقال: نحن ما يصدر منا إلا خير ولا يصدر. خاف أن يقع منهما ذنوب. الإنسان ليس معصوما. وتب علينا فيما قصرنا فيه، أرنا مناسكنا لنعمل بها، وتب علينا إذا قصرنا فيه. الإنسان ما يزكي نفسه بل يعتبر نفسه مقصرا في حق الله، ولذلك يسأل الله التوبة عن التقصير والخطأ الذي يقع فيه. ثم توسل إلى الله بأسمائه: وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أنت التواب الرحيم، هذا توسل إلى الله باسمين من أسمائه: التواب الذي يتوب على عباده، تب علينا إنك أنت التواب، فيأتي بالاسم المناسب لحاجته: اغفر لي إنك أنت الغفور، تب علي إنك أنت التواب، ارزقني إنك أنت الرزاق. يأتي بالاسم المناسب لحاجته، يتوسل إلى الله به. ما يقول اغفر لي، تب علي إنك شديد العقاب، ما يأتي باسم غير مناسب لحاجته: اغفر لي إنك شديد العقاب، إنك عزيز ذو انتقام. لا، إنك أنت التواب الرحيم. رحيم المتصف بالرحمة اللائقة بجلاله سبحانه وتعالى. نعم. المسألة السابعة: طلبهما أن يتوب عليهما وهما هما. هما هما، سألا ربه أن يتوب عليهما وهما هما، في المنزلة عند الله سبحانه وتعالى. ما أعجبا بأنفسهما وغفلا عن حاجتهما إلى الله عز وجل. نعم. ففيهما خوفهما من الذنوب. خوفهما، خوف إبراهيم وإسماعيل من الذنوب، لأن الإنسان بشر، الإنسان بشر ضعيف، إذا لم يعصمه الله عز وجل فإنه بشر. فهما لجأ إلى الله أن يتوب عليهما وأن يرحمهما. ففيه افتقار العبد إلى الله دائما وأبدا، وفيه أن الإنسان لا يزكي نفسه. نعم. المسألة الثامنة: التوسل بالصفات. نعم، وهذا مر بنا في مواضع، التوسل إلى الله بصفاته: التواب الرحيم، أرنا مناسكنا، فيطلب من الله أن يهديه إلى المناسك الصحيحة والعبادات المشروعة، وأن يجنبه البدع والمحدثات. نعم. المسألة التاسعة: التعليل بكونه التواب الرحيم، ولولا ذلك لاستحق العقوبة. لولا أن الله تواب رحيم لاستحق العبد العقوبة، ولكن الله تواب رحيم يعفو عنه ويتوب عليه. فلو ترك الإنسان بدون لو ترك الإنسان مع نفسه
لهلك، ولكنه يرتبط بالله عز وجل ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته، ولا يغفل عن الدعاء، يكثر من الدعاء لأنه بحاجة إلى ذلك. هذا إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل يدعوان الله جل وعلا أن يتوب عليهما وأن يريهما المناسك حتى يعبداه على هدى من الله، إلى غير ذلك من هذه الدعوات المباركات من إبراهيم عليه السلام. نعم. مسألة العاشرة: الرد على المشركين وأهل الكتاب. نعم، الرد على المشركين وأهل الكتاب من اليهود والنصارى، كل هذا الذي مر رد عليهم، كله رد عليهم في أنهم يعبدون غير الله عز وجل، وفي أنهم أيضا يزكون أنفسهم، وفي أمور كثيرة، وفي شأن البيت العتيق والكعبة، لأن اليهود والنصارى لا يعترفون بالبيت العتيق ولا بالكعبة، ففيها الرد عليهم، وأن البيت الله هو الذي أمر خليله أن يبنيه لعبادته، أن يبنيه لعبادته، ويجعلنا البيت مثابة للناس وأمن، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، قبل بيت المقدس، وقبل أول بيت لله عز وجل على وجه الأرض هو الكعبة المشرف، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، لأن اليهود والنصارى يقولون نحن مسلمون لكن لا نحج، يقولون لا نحج ونحن مسلمون، كيف لا كيف لا تحجون وتدعون أنكم مسلمون؟ الله أمر بحج هذا البيت لله على الناس جميعا، اليهود والنصارى سائر البشر لله عليهم حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نعم. مسألة الحادية عشرة. يكفي، نقف عندها. نعم، نقف عندها. أحسن الله إليكم على الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم، ونستأذن معاليكم في طرح بعض الأسئلة. هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، نريد من فضيلتكم توجيها لصد كل شبهة أو فتوى مخالفة للشريعة كمن يحلل عيد الميلاد. لا شك أن الواجب النصيحة والبيان، لا سيما عند ظهور الفتن، ظهور البدع، ظهور المحدثات، تأخر الزمان، تأكد على العلماء القيام بواجبهم نحو الناس، نحو الخلق، هذا واجب، الله حمل العلماء الأمانة أن يبلغوها للناس ولا يكتمونها، فيجب على كل من عنده علم، على من عنده علم أن يبلغه، وأن ينهى عما يحدث من المخالفات عند الناس من الأقوال والأفعال والتصرفات، ولا يسع العالم أن يسكت على تصرفات الناس، وإن قالوا هذا متسرع، وإن قالوا هذا متشدد، وإن قالوا يصبر على هذا. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما المقصود بقول إبراهيم عليه السلام حينما قال: بل فعله كبيرهم هذا؟ كبيرهم يعني الصنم الذي لم يكسر
يقول إن كبير الأصنام هو الذي حطم الأصنام التي غيرة على الألوهية، يريد أن الألوهية تكون له دون غيره. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل من المغرب يقول: بعض طلبة العلم لا يأخذون بكلام العلماء بحجة أنه جعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم. شف، جعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم، وهو الصنم الكبير. نعم، أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول: بعض طلبة العلم لا يأخذون بكلام العلماء بحجة أنهم لم يأتوا بدليل، فما هو توجيهكم أثابكم الله؟ نعم، إنما نقول خذوا كلام العلماء قضية مسلمة إلا بدليل، إلا بدليل. اطلبوا من العالم إذا قال قولا أو أفتى بفتوى، اطلبوا منه الدليل على ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هناك فرق بين التفسير والتدبر؟ وهل يجوز أن يقول الداعية بالآيات حسب فهمه؟ التفسير لا يفسر القرآن إلا بوجوه التفسير المعروفة عند علماء التفسير، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال التابعين، بأقوال الصحابة بعد السنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة وتفسير الصحابة بعد الصحابة، تفسيره بأقوال التابعين تلاميذ الصحابة، ولا يأتي بتفسير من عنده لم يسبق إليه. أما أنه يتدبر هو في نفسه ويتفكر في الآية فلا بأس، لكن لا يجعل تدبره وتفكيره تفسيرا للآية. نعم، لا يكتب هذا على أنه تفسير للآية، إنما يتدبرها ليعمل بها وليراجع التفسير. التدبر سبب لمراجعة التفسير، إذا عن في نفسك شيء تراجع التفسير، هل قيل هذا، هل فسرت الآية بهذا، تفسير وثيقة ترجع إليها. نعم، أثابكم الله. يقول السائل: هل أطفال المسلمين يفتنون في قبورهم؟ نعم، هل أطفال المسلمين يفتنون في قبورهم؟ ما ورد هذا السؤال، إنما هو للمكلف، هؤلاء ما كلفوا. سؤال الملكين في القبر للمكلف، هؤلاء لم يكلفوا. نعم، على الفطرة، هؤلاء على الفطرة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قول القائل: اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما؟ لا بأس بذلك، هذا طيب، اجتماعنا اجتماعا مرحوما، تنزل عليه الرحمة على الجميع، على جميع المجتمعين، على الطاعة والعبادة، فالاجتماع على الطاعة سبب للرحمة. تفرقنا بعد هذا الاجتماع، بعده هذه مهمة ما وردت، يقولها بعض الأئمة تفرقنا، ما لها داعي ولا وردت. وتفرقنا تفرقا معصوم، الناس يتفرقون في الآراء، ويتفرقون في الاستنباط والاستدلال، ويتفرقون بأبدانهم بعد الاجتماع، فهم بحاجة إلى العصمة، حاجة إلى العصمة من الخطأ. نعم، أثابكم الله. يقول السائل: أشكل علي حديث قاتل 99 ثم تاب الله عليه، مع العلم أننا نعلم أن حقوق الخلق مبنية على المشاحة، فكيف يقتل أو ولا يقتص لهؤلاء منه؟ ما طالبوا هؤلاء، ما طالبوا بالقصاص منه، وهذا قتلهم في حالة جهل وفي حالة جبروت، ولما تاب تاب الله عليه، لما تاب توبة صادقة تاب الله عليه. نعم، أثابكم الله. يقول السائل:
هل هناك من عمل يفعله المسلم حتى ينال درجة النبيين والصديقين في الفردوس؟ لا، هذا عدوان، ما يسأل الله أن يجعله في درجة النبيين والمرسلين، هذا عدوان، هذا من الاعتداء في الدعاء. النبيون والمرسلون لا يلحق بهم أحد في منزلتهم في الجنة، إنما يسأل الله أن يحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هذا طيب. أما أنه يجعله في منازل الأنبياء والمرسلين، هذا اعتداء في الدعاء، لأنه سأل شيئا لا يليق به، سأل شيئا لا يليق به. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: لا يخفى عليكم ما في الزواجات هذه الأيام من منكرات عظيمة من لباس وأغاني وتشبه بالكفار، فما الحل إذا كان يريد والدي أن أذهب بهما إلى الأعراس، ونريد نصيحة للشباب الملتزمين الذين يحضرون ويشوهون سمعة الملتزمين؟ هذا واجبكم، واجب طلبة العلم أنهم يرشدون الناس وينصحونهم وينهونهم عن الإسراف والتبذير وإظهار المعاصي، هذا واجبكم، واجبكم نحو المسلمين عموما ونحو أقاربكم خصوصا. وإذا كنت تعرف أن هذا الحفل فيه منكرات ولا تقدر أنت ولا والدك على تغييرها، فقل له: يا والدي، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز لك أن تذهب إليه. وإذا أصر قل: أنا ما أروح بك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: إذا ذبح المسلم ذبيحة ونسي أن يذكر اسم الله عليها، فهل يحل أكلها؟ نعم، ذبيحة المسلم حلال، إذا نسي التسمية فإنها حلال، لأنه لم يتعمد، هو ناويها بنفسه ولكن لم يتلفظ بها، فذبيحته حلال. نعم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: ذهبت للعمرة ولما وصلت الشوط السادس أذن المغرب، وقد بقي من الشوط السادس خطوات قليلة، ولم أستطع إكمال الشوط بسبب الزحمة والتنظيم، وبعد الصلاة أردت إعادة الشوط السادس، غير أن زوجي رفض وقال: أكملي من حيث توقفت، فهل الصحيح إعادة الشوط أم إكماله؟ الأحوط لا شك، الأحوط إعادة الشوط من أوله، لأنك قطعتيه للصلاة، فالأحوط أن يعاد من أوله. ولكن أنت تقولين أنك شارفتي على النهاية، شارفتي على نهاية الشوط، يعني عند الحجر أو قريبة منه بخطوة أو خطوتين، هذا إن شاء الله أنه تام، هذا شوط تام. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: وجدنا من يقول بأن السجارة حلال ولو كانت حرام لمنعت من المحلات التجارية، خاصة ونحن في بلاد إسلامية منهجها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف نرد على ذلك أثابكم الله؟ هذا كلام جاهل أو صاحب هوى، عمل الناس ما هو بدليل يا أخي، عمل الناس ولو هم مسلمون يخالفون أحيانا، يعصون يخالفون، عملهم ما هو بدليل، الحجة بالدليل. كون الناس يبيعون الدخان ليس هذا دليلا على جوازه، هم مخطئون في هذا. أن تستدل بالخطأ، تستدل بالخطأ، هذا ما هو دليل، فهذا كلام يما جاهل وإلا إنسان معاند. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في قوله تعالى في سورة الكهف: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، هل يقال أن السياق يدل على أن الباقيات الصالحات يعني من المال والبنون،
الذي يبقى للعبد الصالح من ماله وولده؟ باقيات الصالحات الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة، ما يبقى للإنسان إلا عمله، أما أولاده وأمواله تذهب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه في الدنيا زينة الحياة الدنيا، أما في الآخرة مالك إلا عملك، ولا ينفعك مالك ولا أبناؤك. يفر اليوم يفر المرء من أخيه وأمه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، مالك إلا عملك في الآخرة. ولو لك أولاد ولك مال في الدنيا ما ينفعونك في الآخرة، كل مشغول بنفسه. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: في منطقتنا يؤذن لصلاة العشاء الساعة 8:05 حسب التقويم. في إيش؟ يقول: في منطقتنا يؤذن لصلاة العشاء الساعة 8:05 حسب التقويم، فأخطأ المؤذن يوما فأذن في 7:30 وتجمع الناس، وبعد 20 دقيقة أقيمت الصلاة وصلوا، فما حكم صلاتهم؟ إذا كانوا صلوا على الوقت صلاة صحيحة ولو أن الأذان متقدم، المهم أداء الصلاة. إذا كان على الوقت بعد دخول الوقت فهي صحيحة والحمد لله، وإن كان المؤذن أخطأ. أما إذا كانت الصلاة قبل الوقت فلا بد من إعادتها لأنها لا تصح قبل وقتها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: من الذي وضع القواعد للبيت قبل أن يرفعهما إبراهيم وابنه؟ ما في قواعد قبل أكمة مرتفعة، ما فيها قواعد. الذي وضع القواعد هو إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام. نعم. تكملة للسؤال يقول: هل كان البيت موجودا قبل إبراهيم عليه السلام؟ لأنه في الحديث أن جميع الأنبياء قد حجوا البيت الحرام. الأنبياء بعد إبراهيم عليه السلام، الأنبياء بعد إبراهيم. اختلف العلماء هل البيت كان موجودا من عهد آدم، لأن ورد أن آدم طاف بالبيت أنه موجود من قبل، ولكن لما جاء الطوفان والغرق على قوم نوح قالوا إنه اندفن مكانه اختفى. الله جل وعلا بينه لإبراهيم وبوأه له فأعاد بناءه. هذا قول قوي، إن كان موجودا من قبل لكن غمره الطوفان وطمسه، فالله جل وعلا جاء بإبراهيم ووضح له مكانه وبوأه له وأمره ببنائه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم بالذي يستدل بقوله تعالى: وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، يستدل بذلك على جواز البناء على المساجد والقبور وأن من فعل ذلك لا شيء عليه وليس من الشرك وصلاته صحيحة؟ هذه مغالطة والعياذ بالله. يقول شيخنا الشيخ محمد الشنقيطي في تفسيره، يقول: ما استدل مبطل بآية على باطله إلا وفي الآية ما يرد عليه، ومن ذلك هذه الآية. قال: الذين غلبوا على أمرهم، أصحاب السلطة يغلبون، ما يخضعون للدليل، شون على ما هم عليه. قال: الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليه، فهم ما بنوا من جهة دليل وإنما بنوا من ناحية الغلبة والسلطة، فهذا رد عليهم. الشيخ محمد بن عبد الوهاب أورد هذه الآية للاستدلال على بطلان البناء على القبور، على بطلان البناء على القبور، لأنه قال: الذين غلبوا على أمرهم. فهم بنوه غلبت سلطتهم دون دليل وأمر من الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قول بعض الناس عند الدعاء للمريض مثلا: أسأل الله أن يشفيه بحق لا إله إلا الله، أو بحق من قال لا إله إلا الله، أو بحق هذا اليوم؟ كل هذا ما له أصل، كل هذا ما له أصل. قل اللهم اشفه، اللهم عافه، اللهم، لا تقل بحق لا إله ولا بحق من قال لا إله ولا ولا شيء، ما عليه دليل. اللهم اشفه، اللهم عافه، هكذا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: رجل سافر من جازان ومر بميقات يلملم وهو يريد العمرة، ولكن لم يحرم ونزل في الطائف، فهل يحرم من ميقات أهل الطائف؟ إن كان جاء قاصدا للطائف، قاصدا للطائف، ما قصد مكة وإنما يقصد الطائف، فحكمه حكم أهل الطائف، يحرم من ميقات سيل أو من وادي محرم. أما إن جاء قاصدا مكة ومر بيلملم، يجب عليه أن يحرم. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة، فيحرم. وإذا أراد يروح للطائف أو الجدة يروح وهو محرم، يروح وهو محرم، ولا يتعدى الميقات بدون إحرام وهو ناوي للعمرة. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم من يترك صلاة الجمعة ويصلي ظهرا في البيت بحجة أنه سهران ولم ينم؟ ما إيش؟ من يترك صلاة الجمعة ويصلي ظهرا في البيت بحجة أنه سهران ولم ينم. أعوذ بالله، أعوذ بالله، يترك الجمعة علشان ينام، لا يجوز هذا، لا يجوز هذا. قال صلى الله عليه وسلم: على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليخسفن الله، أو لا يطمس الله على قلوبهما ثم يكونون من الغافلين. فلا يجوز أن يترك صلاة الجمعة، يصلي الجمعة ثم ينام بعد الجمعة. نعم. أحسن الله إليكم. تكملة لسؤال السائل يقول: هل قول حفظ الدين مقدم على حفظ النفس على إطلاقها أم يستثنى منها؟ كيف؟ هل قول حفظ الدين مقدم على حفظ النفس على إطلاقها أم يستثنى منها؟ لا، ما يستثنى منه. يقدم الإنسان نفسه دون دينه، أول شيء يقدم ماله دون نفسه، فإن تجاوز البلاء فيقدم نفسه دون دينه. نعم. أثابكم الله. هذا سائل من المغرب يقول: من هم الحرورية ولماذا سموا بذلك؟ حرورية هم الخوارج، سموا بالحرورية من أرض حرورة، نسبة إلى أرض حرورة تجمعوا فيها، وهي أرض من أرض العراق تجمعوا فيها فنسبوا إليها. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم قول القائل: جمعة مباركة؟ لا أصل لهذا، لا أصل لهذا، ولا يحدث شيء ليس له دليل ولا أصل. نعم. هذا سائل من مصر يقول: هل تجوز صلاة النافلة في السيارة في الحضر؟ صلاة النافلة على المركوب هذا في السفر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، أما في الحضر لا، ما يصلى على المركوب، لا سيارة ولا دابة، لأن هذا ما ورد إلا في السفر. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز ضرب الدف للرجال، وكيف نرد على فعل الأحباش ومن يستدل به على جواز ضرب الدف للرجال؟ الأحباش ما كانوا يضربون الدف يا أخي، كانوا يلعبون بالحراب، بالحراب جمع حربة، وهذه من أدوات الجهاد، كانوا يتمرنون على أدوات الجهاد، ما كانوا يضربون بالدف. كيف تحرف وتقول أنهم يضربون بالدف؟ نين لك أنهم يضربون بالدف؟ نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يقول: أنا شاب فرنسي سافرت من فرنسا إلى مصر، فما أحرمت من مصر لأن التأشيرة مكتوب. أنا شاب فرنسي سافرت من فرنسا إلى مصر، فما أحرمت من مصر لأن التأشيرة مكتوب عليها غير صالحة للحج والعمرة، فأحرمت من جدة وأخذت عمرة، فهل علي دم؟ لأنه لو أحرمنا من مصر يكون هناك مشاكل علينا من غرامة أو رجوع. هذا مثل اللي الآن ممنوعين من الحج من بسبب الزحام، المنع اللي تعرفون تحديد العدد ثم يتعدون الميقات بدون إحرام ويحرمون بعد ما يتعدون، هذا ما يجوز، هذا محظور من محظورات الإحرام. يكون إحرامه صحيح وحجه وعمرته صحيح، لكن عليه فدية، يكون عليه فدية عن تعدي الميقات بدون إحرام، عليه فدية، وهي ذبح شاة في مكة يوزعها على الفقراء ولا يأكل منها شيئا، وإن كان لا يقدر يصوم 10 أيام. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: رجل دخل مع جماعة في صلاة الظهر من أول ركعة، فلما جلس الإمام للتشهد الأول جلس معه للتشهد، فلما قام الإمام للركعة الثالثة لم يسمعه هذا المأموم، فلما ركع الإمام للركعة الثالثة قام مباشرة وركع مع الإمام وأتم معه، فما حكم صلاته؟ صحيحة، صلاته صحيحة، لأن تأخره لعذر لأنه ما سمعه، وما دام أدرك معه الركوع الحمد لله يسقط عنه القيام لعذره. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أين يكون موضع اليدين في الصلاة؟ هل هو على الصدر أم تحت السرة؟ وهل ورد في ذلك حديث صحيح؟ وما رأيكم في من يقول أن هناك عمومات؟ فما المراد بهذه الكلمة؟ يجوز وضع اليدين على الصدر أو تحت السرة، كل حالة ورد فيها دليل، وإن كان الدليل على وضعهما على الصدر أصح، فوضعهما على الصدر آكد، يجوز أن يضعهما تحت السرة، كلا الأمرين جائز والأفضل على الصدر. بقيت السؤال يقول: ما المقصود بمن يقول أن هناك عمومات؟ نعم، الأدلة فيها أدلة عامة وفيها أدلة خاصة، أنواع الأدلة كثيرة، فيها دليل ظاهر وفيها دليل نص وفيها أدلة تختلف، ولا أعرف هذا إلا علماء الأصول، أعرف هذا، ادرس الأصول إن كان تريد معرفة هذه الأمور، ادرس أصول أو مصطلح الحديث، ادرس مصطلح الحديث وأصول الفقه عشان تعرف هذه الأمور. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للمحرم أن يستلم الحجر الأسود والركن اليماني بيده ويوجد به طيب وهو ما زال في إحرامه؟ لا بأس، ما قصد الطيب، هو ما قصد الطيب، إذا استلم الركن اليماني أو الحجر وفيه طيب ما يضر هذا، لأنه لم يقصده وإنما قصد العمل بالسنة. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: في قوله تعالى: يا أيها المزمل، ما سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأهله: زملوني ودثروني؟ لأنه لما فاجأه الوحي، أمر لم يعتده، لما فاجأه الوحي في غار حراء أصابه الخوف من رؤية الملك ومن المفاجأة، فجاء إلى أهله وقال: زملوني دثروني، يعني غطوني. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: يوجد نساء في الحديقة التي أمام المسجد ويصلون مع الإمام مع أنهم متقدمون عليه، فما الحكم في ذلك؟ لا يجوز هذا، نبهوهم، ما لهم صلاة، يصلون قدام الإمام ما لهم صلاة ولا لهم عذر، يجون يصلون مع الإمام، لا يجوز لهم يصلون مع الإمام وهم أمامه بينه وبين الكعبة، ما يجوز هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو القول الراجح في الذبيح، هل هو إسماعيل أو إسحاق؟ القول الراجح في الذبيح هل هو إسماعيل أو إسحاق؟ قول الراجح أنه إسماعيل، قول الراجح أنه إسماعيل، لأن الله لما ذكر قصة الذبح في سورة الصافات لما ذكرها قال: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، بشرناه بإسحاق، بعد ما ذكر القصة كاملة في الذبح قال بعدها: بشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، فدل على أن الذبيح هو إسماعيل. أيضا إسماعيل هو الكبير، لأن الله قدم ذكره: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، الله قدم ذكر إسماعيل على إسحاق، فدل على أنه أكبر منه. فالقصة الصحيح أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام. نعم. أذاكم الله. هذه سائلة من إبراهيم عليه السلام، بشر بشارتين: بغلام حليم وهو إسماعيل، بغلام عليم وهو إسحاق، أبشر بالاثنين. نعم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة من المغرب تقول: هل يجوز قراءة القرآن عن الوالدين وهم أحياء؟ نعم. هل يجوز قراءة القرآن عن الوالدين وهم أحياء؟ قراءة القرآن عن الغير لا تجوز، لا للأحياء ولا للأموات، لأنه لم يرد دليل بهذا، لم يرد دليل أن القرآن يقرأ عن الغير ويهدى ثوابه للغير. الدليل إنما ورد في الصدقة، إنما ورد في الحج والعمرة، إنما ورد في الدعاء، هذا الذي ورد به الدليل. والأصل أن العمل لصاحبه، إلا ما دل الدليل على أنه يجوز له أن يهديه لغيره، وما دل دليل إلا على هذه الأمور فقط. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يقول: قمت بجمع مبلغ من المال كمهر للزواج قدره 50,000 ريال، يكون حاضرا حال الموافقة على الزواج، ومضى على المبلغ الآن قرابة السنة، فهل عليه زكاة علما بأنه ليس بثابت بل يزيد وينقص؟ يعني علما بأنه ليس بثابت. نعم، إذا حال الحول على دراهم تبلغ النصاب وجبت فيها الزكاة لأي غرض تريدها، للزواج أو لغيره، إذا تم الحول على دراهم وهي تبلغ النصاب فأكثر وجبت فيها الزكاة بزيادتها ونقصانها، الزكي الموجود. نعم، عند تمام الحول. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الحكم في الرمان الذي يوجد في بعض الشوارع أو بعض الاستراحات والأكل منه، علما بأن أصحاب الاستراحات أذنوا بأكله؟ أذنوا بأكله، أدام أذنوا ما يحتاج سؤال، أدام أذنوا بأكله لا يحتاج سؤال. نعم. أما إذا لم يأذن وعنده حارس وأهله ما يبون يوكل منه فلا يجوز لك تأكل منه. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: بعض طلبة العلم يقول أن الدعاء على المروة في الشوط الأخير غير مشروع بحجة أن الشوط السابع قد انتهى. هذا كلام من عنده، هذا يشرع على المروة الأول في الشوط الأول وفي الشوط الأخير وفي كل شوط، تخصيص هذا ما من عنده هو. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل من الجزائر يقول: ما حكم قول الله أكبر حق عند سماع الأذان، حيث أن ذلك منتشر كثيرا في الجزائر؟ لا بأس بذلك، الله أكبر حقا، لا إله إلا الله حقا، لا بأس إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل من إيران يقول: هل يصح أن يقول القائل: الله هو صديقي؟ لا، ما يجوز هذا، أن يقول الله هو صديقي، صديقك من المخلوقين،
أما الله جل وعلا فلا يوصف بأنه صديق، نعم، يوصف بأنه رب وأنه إله وأنه معبود، نعم. يقول: امرأة نزل عليها دم ولكن بعد أسبوع تقريبا نزل دم غزير، هل يعتبر الدم الأول حيض؟ وماذا تفعل بالصلاة التي لم تصليها في الدم الأول؟ إذا كان الدم الأول مثل دم الحيض، صفات دم الحيض، فهو حيض متقطع، تجلس الأول وتجلس الثاني، حيض متقطع. أما إن كان مجرد صفرة ولم يرتبط بالحيض بينهم فاصل فلا تلتفت إليه، ما كنا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم التأخر في بداية الدوام الرسمي وكذلك الخروج قبل نهاية الدوام، وما الحكم في أخذ إجازات يوم أو أكثر بدون تسجيلها نظاما؟ كل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز. لو يقطع من راتبك ريال كما ترضى تقعد الدنيا وتقيمها عند هالريال، فكيف تبخس العمل وتسرق المدة؟ هذا لا يجوز يا أخي، هذا شيء بذمتك، نعم. أثابكم الله. يقول السائل: زوجتي دعيت إلى وليمة عند أقاربها، فوجدت بعض النساء كاسيات شبه عاريات، فكيف تعمل؟ هل تنصحهن وتبقى أم تذهب من هذا المكان؟ لابد من النصيحة والإنكار، فإن امتثلنا ولبسنا الملابس، عندهم ملابس تستر ولبسنا وتسترنا تبقى، أما إذا بقينا على حالهن فإنها تنصحهن وتخرج ولا تبقى معهم. وهذه مصيبة الآن، يعني الواقع أن نساء المسلمين وبنات المسلمين انزلقوا، إلا من رحم الله، انزلقوا مع هذه الموضات خصوصا في الحفلات، انزلقوا وتعرت النساء في غالب أجسامهن، وحتى ما يباع الآن من الملابس في الأسواق ليست محتشمة وليست ساترة. المرأة التي تريد ملابس تشتريها على الستر ما تجدها الآن، المصيبة عظيمة. أجب على المسلمين أن يعيدوا اعتبارهم وأن يخرجوا من تقليد الأجانب، تقليد الكفار، يحتشموا بحشمتهم وكرامتهم التي ألبسهم الله إياها، لأنها من صالحها، ما هو بهذا من باب الحجر والتشديد، هذا من باب المصلحة للعباد، هذه مصلحتهم. فعليهن أن يتوبن إلى الله وأن يحتشمن وأن يلبسن الملابس الساترة وأن ينزهن اجتماعهن من وينكرن على من لا تحتشم وعلى من لا تتستر، ينكرن عليها غاية الإنكار. أما السكوت هذا هو الذي أهلك الناس، هذا هو الذي أهلك الناس، وجرأ الفسقة والمتساهلين جراهم على ما وقعوا فيه، نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا إمام مسجد وأحضر الدروس التي تقام بهذا الجامع، وأصلي المغرب والعشاء هنا، ومسجدي وضعت له واحدا ينوب عني في المغرب والعشاء، فما الحكم؟ لا بأس بذلك، إذا كان الذي نوبته عنك إنسان يقوم بالواجب وهو أيضا تبرأ به الذمة فلا بأس، وأنت معذور في حضورك والأجر لك وله، هذا من التعاون على البر والتقوى، نعم. أحسن الله إليكم. يقول تكملة لسؤالي: ما هي مواضع رفع السبابة في التشهد، وهل لها حالات أخرى؟ الرافع، رفع السبابة، نعم، الذي ثبت أنها ترفع عند لفظ الجلالة، إشارة إلى التوحيد، عند مرور لفظ الجلالة إشارة إلى التوحيد، هذا الذي ثبت، نعم. أثابكم الله. قول حسبي الله ونعم الوكيل، هل هو دعاء على الشخص؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا يعني كافينا، ونعم الوكيل الموكول إليه أمرنا، هذا في تفويض الأمر إلى الله عز وجل،
فهو دعاء عبادة. نعم هو دعاء لكنه دعاء عبادة، لأن الدعاء له قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة، فهذا دعاء عبادة وهو يتضمن دعاء المسألة أيضا. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: كانت هجرة إبراهيم عليه السلام من بابل إلى الشام، فما مقصوده عليه السلام حينما قال إني مهاجر إلى ربي؟ يعني إلى الشام، يعني إلى الشام، مهاجر إلى ربي، من أرض السوء، من أرض الكفرة إلى أرض الشام المباركة التي بارك الله حولها. نعم. فهو هاجر إلى الشام وإلى الحجاز، قسم ذريته قسمين، وهذا بأمر الله بلا شك. نعم. أثابكم الله. يقول: هل الإسراع في المشي بين الصفا والمروة اتباع لأمنا هاجر؟ فإذا كان كذلك فلماذا حرم في شرعنا على النساء وهو قد فعلته أمنا هاجر وهي امرأة؟ السعي ما هم بين الصفا والمروة كلها، السعي بمهبط الوادي، أما في غير مهبط الوادي يمشي على راحته، ومهبط الوادي الآن معلم بعلمين أخضرين، بعلمين الأخضرين بداية ونهاية، هذا بطن الوادي. والمرأة لأنها ضعيفة لا يشرع لها السعي، لأنها ضعيفة رحمة بها، لأنها ضعيفة ما تتحمل السرعة والسعي الشديد، أتحمل هذا لضعفها. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: في نهاية الشوط السابق، هي ما منعت لكن هي ضعيفة ما تستطيع هذا، كل شوط 7 أشواط ما تستطيع هذا. نعم. أثابكم الله. في نهاية الشوط السابع من الطواف، هل التكبير يعتبر نهاية شوط أو بداية شوط؟ الشوط السابع ايوه ختم، هذا ختم له، يختمه بمثل ما بدأ به، فيمسح الحجر أو يشير إليه ويكبر مثل ما بدأ. نعم. أثابكم الله. يقول: رجل أوصى لزوجته في مرض موته أن تتزوج من شخص معين وهي لا تريد هذا الشخص، فهل تنفذ وصيته بعد مماته أم لا؟ لا تنفذ هذا، وليس من حقه أنه يوصيها، ما هو بحق الله هذا. المرأة ما تتزوج إلا بمن ترغبه، ولا يفرض عليها أحد أنه تزوج فلان، لا زوجها وحتى أبوها ما يفرض عليها أنه تزوج فلان، ما يفرض عليها إلا برضاه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل وضع المؤذن يديه في أذنيه عند الإقامة صحيح؟ يديه يضع يديه كلها في أذنيه، لا أصبعيه، يضع أصبعيه السبابتين في أذنيه، لأن هذا أرفع للصوت، هذا أرفع لصوته، وهذا سنة، هذا سنة. نعم. يقول أيضا: التكبير بعد تكبير الإمام هل يشرع إذا لم يكن هناك ضرورة؟ التكبير بعد الإمام هل يشرع إذا لم يكن هناك ضرورة؟ تكبير بعد الإمام، تكبير المؤذن يعني. نعم، يتابع المؤذن في التكبير وغيره، يقول مثل ما يقول، بعد ما يقول المؤذن الكلمة من ألفاظ الأذان يقول المستمع مثل ما يقول المؤذن، إلا في الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. أحسن الله إليك. لعل السائل يقصد التكبير مثل ما في الحرم يعني بعد الإمام. نعم. التكبير من المؤذن مع الإمام زي مثل ما في الحرم. ليش أكتبه؟ السؤال، أعد السؤال. يقول: هل التكبير وما قولكم في التكبير بعد الإمام إذا لم يكن هناك ضرورة؟ قصده المبلغ. اي نعم، المبلغ، هذا ما لكم فيه دخل، ما هم من شؤونكم، ما لكم فيه دخل، هذا المبلغ من قديمه موجود. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: سافرت إلى الشرقية من جازان وأنا أريد الحج ومررت بميقات. سافرت إلى الشرقية من جازان وأنا أريد الحج ومررت بميقات يلملم، ولكن ذهبت إلى الشرقية لأن معي رفقة هناك وأريد أن أحج من هناك، فهل حجي صحيح؟ يا أخي، مثل ما سمعتم، إذا مريت بالميقات وأنت لا تقصد مكة، تقصد جهة أخرى، مريت مثلا الجحفة وأنت تريد المدينة، يعني أنت أو بيلملم، أنت جاي من اليمن، مريت بيلملم وأنت ما تريد مكة، تريد المدينة، تروح للمدينة. فإذا رجعت من المدينة تحرم من ميقات المدينة. أما إذا كنت مررت بالميقات وأنت تقصد مكة للحج أو للعمرة، فلا بد من الإحرام من هذا الميقات. نعم. أحسن الله إليكم. قبل آخر سؤال نحب أن ننوه أستاذ معالي الشيخ في أن سماحة الشيخ مفتي عام المملكة يعتذر عن درسه هذه الليلة نظرا لارتباطه في حفل الزواج الجماعي، ونذكر بدرس معالي الشيخ صالح الحيدان يوم غد إن شاء الله تعالى. وهذا آخر سؤال: هل يجوز للإمام السعي إلى المسجد إذا قامت الصلاة ليصلي بالجماعة؟ هل إيش؟ هل يجوز للإمام السعي إلى المسجد؟ هل يجوز للإمام السعي إلى المسجد، يعني يسعى للصلاة؟ هل يجوز إيش؟ للإمام السعي إلى المسجد إذا قامت الصلاة ليصلي بالجماعة. إذا قامت الصلاة، يعني الإسراع في الصلاة إيش؟ الإمام ما تقام الصلاة لما يحضر، كيف تقام الصلاة وما بعد حضر؟ يخاف أنه يخاف أنها تقام وما وصل. لا لا، يعني تأخروا يخاف يقيمون، ما يخاف، يسرع علشان أنهم ما تقام الصلاة بدونه، لأن الإمام أملك بالإقامة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.